صباح الفل. طالبه معايا النهارده حبه فلسفه صباحيه كده، اصل لسه راجع من التحاليل الدوريه اللي بعملها كل فتره دي، وطبعا عشان اعمل التحاليل دي لازم اكون صايم، فلسه داخل البيت وخدت الكابتشينو بتاعي وظبطت الدماغ بعد الصيام. افتكرت وانا راجع في الطريق كده وانا سايق اول 42 سنه قضيتهم من عمري وانا ارثوذكسي لا غش فيه. 42 سنه بصوم الصيامات من اولها، ما فوتش الصيام وما فوتش يوم من الصيام، بصوم بما يرضي الله وانقطاعي زي الصيام الكنسي بتاعنا ما بيقول. واني حاجه تتغير مفيش، يعني اصوم 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 اثناء الصيام، طب في حاجه بتتغير؟ مش حاسس. طب بعد الصيام ما يخلص في حاجه بتتغير؟ انا زي ما انا بس مكمل زي ما انا بصوم برضه، ما الناس كلها بتصوم وده نظام الكنيسه، وانا عشان ابقى مؤمن حقيقي واتقرب لربنا لازم اصوم. هو لازم دي مشكله قيد يعني. المهم بقى بعد ما الواحد دماغه نطفت وبص على ال 42 سنه، احساس متعب على فكره، بحس ان انا كنت حمار ودان كبيره قوي قوي. ايه اللي انا كنت بعمله بقى؟ يعني ازاي انا كنت عايش كده؟ ازاي عايش مغيب مصير كده؟ صيام اصوم، فطار افطر، كل دي حاضر، ما تاكلش دي حاضر. ليه بقى؟ واقعد انا بحكم ان انا عايز افهم واتبحر في 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 فلسفه الصوم، واقرا كتب روحانيه الصوم وطريقه الصوم، واكتشف انه كل راهب يجي ربنا يكرمه يبقى بطرك ولا يبقى اسقف، ويطلع علينا فكره معينه فيزود لنا في الصيام بتاعنا عدد الايام، يزود لنا في شكل الصيام، يزود لنا في ناكل ايه وما ناكلش ايه، والمحرمات ومش المحرمات، واللي ينفع ناكله واللي ما ينفعش ناكله. وكل واحد من الرهبان المرضى نفسيين دول اللي هم طهقانين من العيشه واللي عايشينها وسابوا الدنيا باللي فيها وراحوا الصحراء يقعدوا مع نفسهم هناك. طب يا عم خلاص على نفسك، لا لازم يهل علينا على المجتمع بعقده وامراضه النفسيه وزهده اللي هو عايزه، فيخلينا كلنا نزهد في الاكل وفي العيشه. فنعيش احنا بقى ايه تلتين السنه صايمين، تيجي ليله راس السنه انت مش عارف تحتفل انت صايم، تيجي مش عارف ايه لا انت صايم، اي مناسبه عائليه عيد ميلاد ولا فرح ولا لا انت صايم، فبقت مؤثره على حياتنا. فالافراح ما تتعملش في الصيامات، فمش هنفرح في الصيام، لازم نتجوز بقى في الفطارات. عشان وارتبط الصيام بشكل اساسي بالاكل، ويقعدوا يتفلسفوا علينا بضحكتهم الصفرة دي، لا 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 اصل الاكل ده اخر حاجه في الصيام، لا 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 اصل الاكل مش، ما هو اكل. طب لما هو الاكل مش قوي في الصيام، هو اخر درجه من درجات، انت حاطط شروط فيه ليه؟ وتاكل ايه وما تاكلش ايه؟ والاقي مثلا الكنيسه القبطيه مقاطعه ميه ونور، حتى السمك في الصيامات ما ينفعش، والصيامات يحللوه ويتفلسفوا بقى الفلسفه بقى الروحيه اللاهوتيه. لا ناكل سمك ليه في الصيام ده؟ وما ناكلش سمك ليه في الصيام ده؟ تروح كنيسه ثانيه زي السريانيه يقول بياكلوا منتجات البان، تروح الارمنيه تلاقيهم بيصوموا عدد ايام اقل، تروح الكاثوليكيه تلاقي الصيام شكله مختلف، وهكذا بقى في موضوع الاكل ده بقى ايه؟ كل بطرك ولا مطران ولا طايفه تدلو بدلوها، والشعب ماشي وراها، ونقضي حياتنا كده ايه؟ لغايه ما القولون باظ واتدمر. اتحدى واحد من المتدينين اللي بيصوموا ودول كتير، قولونه سليم. قولونه سليم، ما هو باظ، حتى في الفطار قولونك بايظ. وست البيت يا عيني ولا الزوجة ولا الأم شايلة هم هتأكل إيه كل يوم في الصيام، هناكل إيه ومش هناكل إيه، هم قيود خنقة تكتيفة عبودية. دي حقيقة عبودية، عبودية لطقوس حطها بشر زينا، عبودية لحاجة إحنا مش فاهمينها ليه، وكل واحد يجي يفتي ويحشي دماغنا بحاجات ملهاش أي 30 لازمة، وغيره يقول كلام وده يقول كلام، ووسط المغة دي كلها إحنا إيه قطيع ماشيين، يصوموا نصوم معاهم، يفطروا نفطر معاهم. ايه ازاي يعني؟ انا لما اتخيل ان انا كنت عايش كده، ازاي التغييب ده؟ ازاي انا ماشي ومسلم دماغي لناس تانية مخها جاي من العصور الوسطى في عصر العلم؟ محدش من دول في وقته زمان كان العلم قال له زي العلم الحديث ما بيقول دلوقتي، ان الامتناع عن الشرب والميه والسوائل بيسبب ديهايدريشن، فالصيام مؤذي صحيا. فيطلعوا علينا الفلاسفه الدكاتره عشان التدين، لان الدين بيلغي العلم في دماغهم، فيبقى درس طب 7 سنين وممكن يكون واخد ماجستير ودكتوراه في تخصص معين في الطب، بس يجي الدين اللي حطه ناس من قرون طويله جدا متخلفين عقليا وذهنيا واجتماعيا وثقافيا يمشي حسب كلامهم هم، فيقول لك اه ده الصيام صحي جدا. لا الصيام مش صحي جدا،
لان الامتناع عن الشرب والسوائل بيسبب مشاكل جامده، مش اللي عندهم امراض، حتى للانسان السليم والسوي. وهكذا بقى، لو قعدت اتكلم على هرتله الصوم مش هخلص. في النهايه بقى عايز اختم بحاجه عشان ما اطولش في الفيديو ده. انا بقى ببساطه كده، بعيد عن العلم بيقول ايه، وبعيد عن الكنيسه والفلسفات وليه نصوم وليه ما نصومش والحبشتكنات دي كلها، ايه الاله اللي يسيب عالم شرقي مليان حروب ومجاعات واوبئه وفقر واطفال بتموت من الجوع؟ 3 مليون طفل كل سنه بيموتوا من الجوع كل سنه، ده غير الكبار والشباب بتاع الاطفال بس مثلا. يعني الكوارث دي اللي بتحصل، وعالم غربي بالتطور العلمي الرهيب المذهل اللي احنا مش ملاحقينه، وعايزين نكافح الفقر ونكافح الفساد ونخلي الحياه افضل للناس، ويجي دول يتجادلوا على الصيام ومش الصيام ونصوم وما نصومش ونفطر وما نفطرش وناكل ايه وما ناكلش ايه. فايه الاله اللي سايب كل الكوارث اللي بتحصل كل يوم على الارض دي، والناس اللي بتتقتل والاطفال اللي بتتذبح والارهاب اللي هنا والفقر اللي هنا والجوع اللي هنا والديكتاتوريه اللي هنا والمظاليم اللي مرميين في السجون، كوارث انسانيه مش ملهاش اول من اخر، سايب كل الكوارث دي وهيركز معايا؟ انا اكلت النهارده فول بس ما اكلتش لحمه، ولو كلت حته مش عارف حليت حمرت البيضه في الزبده يبقى مش عارف ايه، والصيام وامتنع عن الحيواني والنباتي، ربنا مركز معايا؟ ده يبقى اله تافه بجد يا جماعه. يعني ايه الاله التافه العبيط الاله اللهبل اللي مركز مع كل شخص اكل ايه وما اكلش ايه، وهيحاسبه على اللي اكله او يكافئه على اللي ما اكلهوش، وسايب كل الكوارث دي وكل الجوع ده وكل المرض ده وكل الاوباء والحروب دي، ومركز معانا بناكل ايه وما بنشربش ايه؟ ده بقى اله اهبل والله، ده ما يتعملش. فيستحيل يستحيل يكون الله بالخيبه دي بالعبط ده. يعني احنا شايفين ربنا ازاي؟ معقول ربنا بالهبل ده؟ والله اللي عايز يعبد ربنا الاهبل هنيئا له، لكن انا اشك اني ربنا بهذا القدر من التفاهه والحقاره بصراحه، انه لما يسيب كل الكوارث دي ويركز في ده كل يوم ما ناكلش ايه، يبقى ما يستاهلش نعبده. شكرا.